عندما كنت طفلا، ماذا أردت أن تصبح عندما تكبر؟ مدرسا، طبيبا، عالما؟ ماذا عن كل ما سبق إلى جانب المزيد؟ فريدمان فريد ديمارا، المعروف أيضا بلقب المحتال الكبير، صعد إلى الشهرة في الخمسينات بفضل شهاداته ومؤهلاته المبهرة، مجرد أن سيرته الذاتية لم تكن وراء كل تلك الإنجازات. ولد فريد في ماساتشوستس في عام 1921، وقد طفل أحب لاعب الحيل على الناس. اكتشف موهبته في التلاعب عندما تمكن من خداع صاحب متجر حلويات محلي لإعطائه شوكولاتة مجانية. يا له من طفل ذكي! ونظرا لأن والده عمل كمشغل جهاز العرض في سينما محلية، فقد نشأ فريد محاطا بصور ممثلين ونجوم السينما، ومن المحتمل أن ذلك كان مصدر إلهامه للأحداث المستقبلية. في سن 16 هرب فريد لينضم إلى دير ويصبح راهبا، ثم غادر الدير بعد 4 سنوات وقرر الانضمام إلى الجيش. وما أن بدأ تدريباته أدرك أنه قد ارتكب خطأ، وبدأ في البحث عن تذكرة للخروج من هناك. حسنا، كانت تلك التذكرة إنثوني إغنوليا، زميل فريد في الخيمة، وتحت اسم إغنوليا انضم ديمارا إلى القوات البحرية. أثناء وجوده هناك كان فريد يطلع على كتالوجات الجامعة في أوقات فراغه ويقرأ مؤهلات كل بروفيسور، وهكذا خطرت له فكرة سرقة هوية مختلفة لمساعدته على أن يصبح مدرساً. اختار اسم الدكتور روبرت لينتون فرانش، والذي كان باحثاً حقيقياً في جامعة يال في ذلك الوقت، بل إن ديمارا تمكن حتى من الحصول على جميع الوثائق التي احتاجها ليصبح الدكتور فرانش، مثل شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الجامعية ونحوها. وبعد أن حصل فريد على كل تلك المستندات، انطلق في مغامراته الجديدة لتوسيع معرفته ودراسة الفلسفة والأخلاق. الأخلاق، يا له من أمر ساخر! لكن صدق أو لا تصدق، تفوق بالفعل في هذه المجالات الدراسية. وبمجرد أن انتهى فريدي من دراسته، بدأ حياة جديدة في تدريس علم النفس في جامعة في إيري في ولاية بنسلفانيا، تحت اسم الدكتور فرانش بالطبع. لكن لم تدم تلك المهنة المؤقتة طويلاً أيضاً، فمن الواضح أنه كان من النوع الذي يشعر بالملل بسرعة. وبعد فترة قصيرة غادر إيري وتوجه إلى لوس أنجلوس، حيث عمل كمساعد طبي في مصحة. يبدو أنه أبلى بلاءً حسناً في سيرة الدكتور فرانش الذاتية في وقت قصير للغاية. الآن ومن غير المستغرب، لم تكن وظيفة المساعد الطبي المهنة التي أرادها، لكنه اكتسب الكثير من المعرفة الطبية التي أفادته في وقت لاحق. لذلك بعد تسليم استقالته من المصحة، انتقل صاحب المهن المتعددة إلى ولاية واشنطن لتدريس علم النفس في جامعة سانت مارتن. أحب عمله هناك، وبدأ بالفعل في الاستقرار في حياته الجديدة. لكن الاستقرار خطأ جسيم لأي شخص يكسب رزقه من الاحتيال، وهذا الخطأ انقلب عليه في النهاية. فأثناء إقامته في واشنطن، أصبح ديمارا صديقاً لمدير شرطة محلية اسمه فرانك تامبلين. ربما كان يتبع الفلسفة التي تقول أبقي أعدائك أقرب، لكن لم يمنع ذلك الشرطة من التحقيق في ملف الدكتور فرانش الغامض. وفي أحد الأيام حضر صديقه الشرطي فرانك وألقى القبض عليها. ثم قضى ديمارا 18 شهراً في سجن سان بيدرو في كاليفورنيا. بعد إكمال مدة عقوبته عاد إلى منزله في ماساتشوستس. لكنك تعرف المقولة المشهورة، العادات القديمة لا تموت بسهولة. وفي وقت قصير عاد فريد إلى هذه العادة مرة أخرى. شخصيته الجديدة كانت الدكتور سيسيل هامان، عالم أحياء من كنتاكي. وباستخدام شهادات هذا الرجل، حصل فريد على وظيفة عالم أحياء باحث في مستشفى تابع لجامعة هارفارد.
لكن الروح الضجرة شعرت بالملل مرة أخرى، لذلك غادر ماساتشوستس إلى ماهنة حيث بدأ في دراسة علم اللاهوت. وهناك أصبح ديمارا صديقا للدكتور جوزيف سير، وأثناء الوقت الذي مضياه سويا شارك الدكتور سير مع فريد، والذي كان بالمناسبة لا يزال متنكرا بشخصية عالم الأحياء العظيم الدكتور هامان رغبته في الحصول على رخصة طبية أمريكية. لذلك طلب الطبيب الكندي من زميله الأمريكي مساعدته في ذلك. وافق فريد وقام سير بإعطاء ديمارا كل مؤهلاته ليأخذها معه إلى ماين ليحصل له على تلك الرخصة. أظن أنك تستوعب كم كان ذلك خطأ فادحا. بعد فترة وجيزة تم تجنيد طبيب يدعى الدكتور سير كجراح للبحرية الكندية. وقد كان بالطبع محتالون فريد ديمارا معه وثائق الطبيب. وهكذا حل فصل الربيع في عام 1951، وتم استدعاء جراح البحرية للإبحار إلى كوريا على متن سفينة كايوغا. وأثناء إبحاره على السفينة تمكن من القيام بعلاجات روتينية بسيطة على الجنود، لكن واجهه الاختبار الحقيقي بمجرد وصوله إلى كوريا. فهناك انتهى الأمر بالدكتور سير المزيف بإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة جندي أصيب برصاصة في صدره. وعلى الرغم من حقيقة أن هذا الرجل لم يسبق له قد إجراء عملية جراحية في حياته، ناهيك عن أنها كانت بالقرب من القلب، فقد نجحت العملية. شاهد طاقم السفينة الأمر بأكمله، وربما كان ذلك لصالح ديمارا، فقد منحه بعض النقاط في مصداقيته الطبية. وحالما وصل إلى ساحل كوريا أصبح فريد مشهورا بأعماله الخيرية هناك، وبطبيعة الحال فقد جذبت كل قصص عملياته الجراحية الناجحة وأعماله الخيرية اهتمام جميع وسائل الإعلام والصحف. الآن تخيل التالي، قرأ الدكتور سير الحقيقي عن إنجازاته الطبية في الخارج في العناوين الرئيسية. أنا واثقة أن ذلك كان صادما بعض الشيء. على أي حال تواصل سير مع السلطات على الفور، وأجبر قبطانو على إعادة فريد إلى كندا على الرغم من أنه لم يصدق أن جراحه المذهل كان محتلاً، نظراً لحقيقة أنه رأى بعينه وشاهد بنفسه نجاحات فريد الطبية. بعد أن اكتشفت السلطات الكندية أخيراً هوية ديمارا الحقيقية، تمكنت أيضاً من معرفة الهويات الأخرى التي استخدمها. بعد ذلك تم ترحيله إلى أمريكا، حيث عاد إلى منزل والديه فقيراً معدماً. كان في حاجة ماسة إلى المال، لذلك قرر إجراء مقابلة مع مجلة لايف، والتي نشرت تحت عنوان طبيب البحرية المزيف. فكر ديمار في الأمر بهذه الطريقة، سيكون قادراً على الاعتذار للعلن ومشاركة جانبه من القصة. بعد المقابلة عمل في بعض الوظائف المؤقتة هنا وهناك، والتي ساعدته على دفع الفواتير حتى اختفى أخيراً دون أي أثر. هل كانت هذه نهاية مغامرات فريد ديمارا إلى الأبد؟ كلا على الإطلاق. في عام 1955 عاود الظهور في تكساس متنكراً بشخصية الدكتور بنيامين جونز. عمل كبروفيسور لبعض الوقت، لكنه انتقل ليصبح حارسا للسجن. وإليك كيف أثبت عبقريته المتلاعبة. كان يعلم أن الحصول على وظيفة في إدارة السجون لن يكون أمرا سهلا، لذلك قام متعمدا بإرسال طلبه للوظيفة إلى القسم الخطأ. بعد ذلك أحيل طلبه إلى القسم الصحيح، مما جعله يبدو وكأن القسم الأول قد أوصى به. أعزائي الباحثين عن وظائف، دونوا هذه الملاحظة. حسناً، لابد أن هذه المناورة البارعة قد نجحت، لأنه حصل على الوظيفة وأصبح الملازم المسؤول عن الحراس في أحد السجون. ومثل الكثير من المهن المزيفة السابقة، برع ديمارا في هذه الوظيفة أيضاً. بعد ذلك تم ترقيته إلى نائب المأمور، ومع ذلك لم يدم نجاحه الجديد لوقت طويل، فقد تعرف عليه أحد السجناء من مقابلته مع مجلة لايف، وقبل أن تتم مواجهته هرب من السجن. نحن الآن في صيف ماين في عام 1956، وقد عاد المحتال الكبير إلى ماين لمغامرته الجديدة كمدرس اللغة الإنجليزية واللاتينية
مارتين جاد جاردن. وبشكل غير متوقع كانت إحدى أمهات الأطفال قد قرأت أيضاً مقابلة مجلة لايف وتعرفت على المعلم المحتال وتعاملت مع الأمر بنفسها. تمكنت من خداع المحتال لطرق بصمات أصابعه على كأس شرب، ثم أرسلت البصمات إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. وفي 14 فبراير 1957 ألقى القبض على ديمارا، لكن قامت الشرطة بمجرد وضعه تحت المراقبة لمدة شهرين لقيامه بالتدريس بدون ترخيص. أخيراً وبعد ذلك أدرك فريد أن صيته قد ضاع كثيراً لدرجة أنه لم يعد بإمكانه الاحتيال. ولسوء الحظ أو من حسن حظ ضحايا سرقة الهوية، توجب عليه التخلي عن نمط حياة الاحتيال بسبب صحته، وأصبح قصيصاً في مستشفى كاليفورنيا واستمر في عيش حياة هادئة. لا أحد يعلم بالفعل سبب قضاء فريد ديمارا سنوات عديدة في سرقة الهويات. ربما كان الاندفاع أو المغامرة أو التعطش للقيام بشيء جديد. ووفقاً لما ذكره لكاتب سيرته الذاتية، فقد كان الأمر بأكمله يتعلق بالاستيلاء على صلاحية متاحة سائبة وغير مستخدمة، وفتح آفاقاً جديدة دائماً حتى لا تتعدى أبداً على مجال أي شخص آخر. وقد يفسر هذا كيف كان فريد قادراً على القيام بذلك. أما بالنسبة للسبب فأظن أنه لا يسعنا سوى التخمين. إذن برأيك، لماذا قام فريد ديمارا بسرقة كل تلك الهويات والعمل بنجاح في مهن هؤلاء الأشخاص؟ شاركني نظرياتك في التعليقات أدناها. وإن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع أصدقائك. لكن مهلاً، لا تذهب إلى أي مكان، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. كل ما عليك فعله اختيار مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر عليها والاستمتاع بمشاهدته. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.